مناسبة دني او حيد متحري مشرفي دا او حسبيغا تلادا سومالي لان حيا ايه كلمية او كما موساي بدي صحافة دا كهولغشا مغالد هرقيسا وحانا كولان كاسي قوبچو كاها قدوميها حسبيغا كلمية اهنا مشرح مدحويني موسبيحي عبدي مسؤولين سره او كميدا حسبيغا كلمية افايينك مدحتوية دا سومالي لان وحانا هالكاسي او غهرين كهدلاي حقايها قود ايه حسبيغا كلمية حسن سعيد يوسف قدوميها أورورك الصحفيين تأي كبهوبين إيه صولتا محمود عبدي تام حوتو صحفيين تأي كميد كيهين محمد عبدي شيخ إليك محمد علي وتشي موسى فارح تامبير وحنا دمان تود أي كردير عدين إسلام مركاسين أي كلادر دارمين صحفيين تي هالكاسي تشوكتي إناي إلاليان مسؤولية دساران صحفيقا مركاين من الله رو وإنو professional responsibility أما مسؤولية حفرية ساران كو waxa waajib ah ninka saxafiga inuu marka uu horeysaba si uu professionalkiisa u ilaashado inuu yeesho aqoontii saxafadeed ee uu lahaa inuu ku dhaqmo maxaa saxafadu u diidata ka mamnuucaya inaad barto maxaa lagu ogol yahay sabab ugu gudubta waajibkaaga saxafadeed sabab war ama faallo kala saari kartaa سيبان كده كتاع إن الدياري كتو برنامج تلفزيون أو مهمة حنا نروح بهاي يعني سدي لحظة سيبان ما دام وقت دورش اللي قال يرونتي إن أي صح عفوا رونتي وركا بين أبوك كي كتر كتير كارونتي وداولي كره هنان كجيد سعد دورش كارونتي إن كيف روش كده ده بعرف موت بالله ما بقدر أعمل لوجة بهاي السياسيين تينا مشرحين تا صدق بقى يحزب هذا يدولة بقى وحلو جبهة هاي وحب كإنجليز كان كنا تولرنس دلقات بقى لو جبهة هاي صحافتنا وحلو جبهة هاي إيه اللي قاعد قاعد تنا صحافتنا يا معلمين تقول كل ده أم مسؤولية responsibility أديك مسؤولية بقى اللي جبهة هاي لكن وحب بقى مهم إنه الوضع كرنا ده ما نتهم بقى أما حزب هذا هالنقطة أما صحافتنا هالنقطة in wada kana inuu wada leenahay loona baahanyahay inuu wada ilaalino wixii murqacasho ku keenaya wixii isku diliyay iska horkeen ku keenaya waa mas'uuliyadina wada saaran in xogna inaga helaa waa muhiim inaan wax xusnaano waa muhiim cadaaladda waa inuu uga baahay musabbi xibaal ku fadhiya oo gudoomiyaha xisbiga kulmiya oo ku casuumay oo raac oo u guulwadeed ma aha wax shaqeynaya musabbi tartan buu ku jiraa ciidamada tartan buu ku jiraa فإذا لا ترتب مكتبة وإحنا حق بكبود الليل وإحنا قارب بكبود الليل وحق بكبود وإحنا نحو عاطو وإحنا قارب كل الليل وإحنا وحي لبحان إسلات كل لبحان وحي كايب سدان يكون شغيا حسب وحق بكبود الليل وحي كايب سدان تي فيقا وما كبرشي لما جورنالك وما كبرشي ugu dambayntiina musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaasii khudbad uu ka jeediyay waxa isugu jirtay hadallo dardaaran iyo kaftan mahadnaq isugu jira qadada waxa ku sameeyay albaabkan garaacaya saxaafadda waxa la yiri meel kasta ka doon xaqiiqada oo warka hel oo hadii lagu dilaha dabqan oo hadii albaabka lagu xiro daaqad ka dhig anigana waxa aan qaatay xilka ah nin walba qanciyo nin kastoo murar adag raayigaad oo deedlaada dalka ku maamulaya waa inuu ku qancaa deetana dadka waxaan ayaa ugu murar adag oo madax adag waa yabiya qoolkiisa leh qoolka saxaafadda deetana duulimaad baan hayaa dadka raaciya idinka waa inuu murano oo barnaamijka aad ku qanciyo qalabka iyo saxaafadda iyo shaqada idinka ka baliyay codkiina aad u socdaana walba oo imika iga yaabanba inaad aad baadatana hayaa marka tan waa albaab garaacid maanta مش كانوا صعدة كان سوق عرا وسوق عرك كانوا ديديو نقول بواحد ورا ينام دوا ضاقه كان بين باص وصل عرق باش نحره إنا إنما كلام امتحان كبديو ورا برضه ولا امتحان قال فرما هاي بلد مش هتصير هاي ما كا ديار جروب عوض بس صعدة قدو انت هسيك هذا الباب كسافر حسن مال لدر تلفيشن كارتين مقالة هرقيسة